الآن الأنظار تتوجه للصين وعم نشوف بطولة الألعاب الآسيوية هانجو 2023 اللي عم بتكون منافسة صعبة جدا جدا على لاعبينا، ولكن مع ذلك هم قادرين أنهم يحصدوا الميداليات. وعم نشوف ميداليات جميلة يعني فضية وبرونزية لحد والقادم أفضل إن شاء الله في البطولة. إن شاء الله اليوم يعني كمان في رح تشهد مباريات أكثر ورح يكون في منافسات أكثر، يعني بنتمنى صحيح كل التوفيق، بس هي مش سهلة ابدا هاي البطولة. صحيح، هو يعني دائما شبابنا النشامة والنشميات قدها وقدود، كان العاب فردية جماعية وايضا نشامة تلفزيون قناة رياضية ايضا موجودين في الصين. وبدنا نصبح بالخير على زميلتنا ميسون يونس، يسعد هالصباح. يسعد صباحك، صباحك رندا، يسعد صباحك حازم. سان شهاو بالصيني احفظوها، يعني يسعد صباحكم من مقاطعة جيجانج أكيد اللي عاصمتها هانجو اللي تقام فيها بطولة الألعاب الآسيوية 2022 واللي قديش الأبطال استنوا فيها لتقام، أكيد تأجلت بسبب الأوضاع اللي كانت بكورونا ومن بعدها كمان. يعني بتعرفوا إحنا معانا كتير ناس موجودين. Good morning سان شهاو. سان شهاو اليوم بالصين في عيد للأرنب، واحدة من الأمور اللي بالصين هون أو الشعب الصيني بيآمن إنها بتجلب الحظ، لهيك بتلاقوا ممكن كل المكان، وإحنا موجودين بالقرية الإعلامية موجود فيها أرانب وعم بيقدموا هدايا أكيد، عم مجسمات للجميع. إحنا موجودين بالقرية الإعلامية اللي بتضم تقريباً أكثر من 100 عمارة سكنية، كل عمارة فيها 40 طابق فقط، وقيمت من أجل بطولة الأسياد. فيها العديد من أكيد الأماكن المختصة بالإعلاميين وأيضاً اللاعبين، وفيها كل التفاصيل اللي ممكن انه تتقدم لزوار الصين. يعني طول الوقت احنا عم بنلاقي الصينيين والشعب الصيني عم بيقدم لنا تحياته، بيقدموا لنا هداياهم حتى لو كانت بسيطه جدا، الا انها بتعني لكثير للجميع ولكافه الوفود. خليني افرجيكم ارنب الحظ، وان شاء الله يكون الحظ كثير كبير اكيد للاعبينا. وخليني احكي اخر الاخبار وهي برونزيه وفضيتين للتايكوندو لغايه الان فقط، زيد حلوان البرونزية، زيد مصطفى وصالح الشرباتي أخذوا فضية الأسياد للتايكوندو. هلأ من حوالينا كل الناس عم بتصور قاعدة باللايف اللي احنا طالعينه، فيسعد صباحكم جميعا. بدي أرجع وأكرر، اليوم في عدد من الأخبار اللي إن شاء الله إنها تكون سارة للاعبي منتخباتنا الأردنية. بنحكي عن زيادة عشيش وحنان نصار اللي حيلعبوا الملاكمة، وإن شاء الله يكون الحظ حليفهم. بس أنا بدي الكاميرا تيجي هون. Good morning. Good morning. بدي الكاميرا تيجي هون عشان أفرجيكم المجسمات اللي عملوها تحديدا للبطولة واللي بتعني لهم الكثير. واحدة منهم بتعني قوة النهر وقوة الشمس وقوة القمر. خلينا ناخدهم من هون يا فايز. هيهم، وهم موجودين بكل الأماكن، حتى البنز اللي بوزعوها أو الأوسمة اللي بوزعوها بتختص بهاي الألعاب. المدينة كاملة والمقاطعة كاملة بتحتفل بوجود ضيوفها من الإعلاميين. خلينا ندعي الجميع بالتوفيق. أنا بجوز الصوت مش واضح عندي كتير، والناس عم تلتم علينا هون ومنعونا بصراحة من إقامة المقابلات، ولكن بدي أقول لكم سان شهاو من جديد، حازم ورندا لكم أكيد الاستوديو. يسعد الصباح، كل شكر زميلتنا ميسون، وتحياتنا لكل زملائنا الموجودين في الصين، وبالتوفيق لكل الأبطال النشامة والنشميات المشاركين في هذه البطولة، وإن شاء الله برجعوا بالذهب وبالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. حفظت هالكلمة ولا لا؟ سان شهاو. سان شهاو لميسون ولكل اللي عم بتابعنا أكيد بالصين، بتمنى لكم كل التوفيق اليوم، وبإذن الله اليوم رح نشوف كمان يكون في عنا ميداليات مميزة. كل التوفيق لكم جميعاً.